رجعنا لك من جديد في المقطع الثالث والأخير اللي هو الظل والإضاءة والخلفية. أكثر شيء يبغى لي تركيز الظل والإضاءة من الأساسيات يعني اللي ركز عليها بشكل كبير. نقول بسم الله ونشوف المقطع الثالث. الظل والإضاءة أكثر شغلات هذه يعني أقول إنه يبغى لها تركيز قوي. بدي اياكم بشكل عندي مثلا هذا السهم، انا ابغى اسوي له اضاءه وظل، ما اعرف كيف اعطي الاضاءه قبل لا نبدي فيها. قبل لا نبدي في اي شيء خلاص الحين عندي ده الرسمه جاهزه مراح بها هلا. عندي مثلا هذه الرسمة جاهزة أبغى أعطيها اللي هو الظل. قبل لا أبتدي في الظل أحدد مكان الإضاءة. وين الإضاءة عندي؟ خلنا نرسمها مثلا أو نجيب لها أي شيء إضاءة. خلاص خلنا نبسط أكثر، نحط مثلا هذا الفنجان، نقول مكان الإضاءة الفنجان، نحددها على المكان اللي إحنا نبغاه. كيف بتكون الأشعة حقت الإضاءة؟ خلاص تكون جاي من اليمين لليسار. أحدد أماكن الظل. الحين بدينا في الظل. خلاص حددت أماكن الظل. أقوم أكمل الخطوط. وكذا يكون عندي خلاص حددت انا مكان الظل. الظل كان عندي على اليسار، الاضاءة فوين تصير؟ معروفة خلاص. الظل ويا الاضاءة. الظل على اليمين، لو الاضاءة على اليمين، الظل على اليسار. في الظل. اهم شيء نركز على اماكن الظل او الزوايا اللي فيه. يكون عندنا مراعاة حق الزوايا بشكل كبير يعني. الظل في لي عدة أنواع ما شاء الله. الكلاسيكية إنه خلاص هذه تنطمس كاملة، تنطمست بشكل كامل. الكلاسيكي اللي معروف عنه إنه شيء على طول متعارف عليه. اللي هو عند الشكل الثاني أقدر أعطيه ظل من فوق إلى تحت، بس ما أخذه كامل، أخليه يكون متدرج. الفوق يكون غامق، تحت يتدرج، نفس الحكاية من تحت إلى فوق. أقدر أضيف عليه مثلا خطوط، هذه التلاعب في الظل كثيرة أو نهواتي، بس أهم شغلتين يعني نعرف وين الأماكن حق الظل اللي ناخذها، الزوايا اللي نختارها، كيف تكون طريقتها. عندي مثلا اقدر اعطيه زي القوس، اظل انا هنا خليته متدرج، لا هنا اعطيته قوس. ونمشي اياها. طبعا الظل خذوا اليه طريقه واحده،
شغلة واحدة وكملوا فيها الباقي. خلصنا من هذا كله، نجي للإضاءة. الإضاءة عكس الظل. وهم في الإضاءة لازم نراعي الزوايا كلها ونختار الأماكن الصح حق اللي هو حق الإضاءة. خلصنا من الإضاءة، طبعا عطيتكم لو الأشكال التقليدي التدرج، فتكوني يعني هذه مو تدرج، أنا أعطيتها له أقواس كانت هنا مطموسة كاملة وأعطيت الخط هذا اللي في النص على أساس أعطي تأثير إليه. نجي الحين إلى آخر شغلة، الخلفية. وكيف نتلاعب في الخلفية؟ في أشكال ما شاء الله الخلفيات، عندي طريقة أحط الفقاعات مثلا. الحين هذا من برا، أنا خلصت الكلمة كاملة أبغى أسوي الخلفية، أقدر أعطيها له فقاعات. كأنه ماي مسكوب ولا شيء، تعطيني أهرب الطريقة. أقدر أخلي مثلاً بدل هذه الجزئية أقدر أخليها كاملة. لو كان عندي أحرف زيادة بدنا نسوي له أشكال ثانية هنا. أنا ظل اللي هو جيت سويت الخلفية ما أنسى هذا المكان. تمام. هنا ما بيكون اي شيء من الخلفيه، خلاص راح اكمل الى ما اخذ اللي هو الحرف كامل وانتبه للاماكن اللي بتكون فارغه. زي هنا انا اعطيته الظل، خلاص هذا كله ظل، في عندي مساحه بين هذا الحرف وبين هنا الحرف، هذه اغطيها كامله بالخلفيه. طريقه ثانيه الى الخلفيه، طبعا استخدمها هذه بكثره. عندي مثلا نعود لنفس الشكل، خلصت له الحرف كامل. انا الحين خلصت له الاسم كامل، تلاعبت فيه، لونت، سويت في الإضافات، سويت الأمور دي كلها، سويت الظل، سويت الإضاءة. الخلفية اللي أنا على طول يعني أستخدمها وأستخدمها بكثرة، أجي أحدد دار مدار الاسم كامل بلون ثاني أو باللون الأسود، بعدها اعطي الفقاعات هنا في بعد الحد الظل اللي سويته او الحد اللي سويته حق الاضافه الخارجيه.
في الأماكن هذه البارزة اللي تحت أعطيها سيلو. طبعا تعودت على هذا الأسلوب وأغلب رسمي كله بنفس الطريقة يعني. كده تكون هذا اخر حاجات لو من اساسيات الجرافيتي او المعلومات اللي اقدر اعطيكم اياها وبالتوفيق ان شاء الله للجميع. وكده اقول نخلص الاساسيات حق الجرافيتي او الشرح المبسط له بشكل عام. واي واحد شاف عنده مشكله او شيء ما هو فاهم منه صعوبه في اي شيء عند الانستغرام السناب يقدر يتواصل اياه وان شاء الله اشرح له بشكل افضل من كده. وبالتوفيق ان شاء الله للجميع. يا أمان الله.